السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. تحيه كبيره وخاصه لكم جميعا الاخوان والاخوات اللي متابعيني. كنقول لكم شكرا لكم، وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف، وكلمات شكر قليله في حقكم. عفوا، كنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي متابعيني، على اللي كيديروا مشاهده كامله ولا حتى اللي ما كيديروش لي مشاهده كامله، الله يسامح، ما كاين مشكل، واخا كضروني ما كاين باس. المهم كيف ما كتشوفوا اليوم، بغيت نشارك معكم واحد الطاكوس اللي كيجي زوين، وكنفرحوا بوليدات ديالنا بدون يعني سهل بدون اله ديال البانيني. كنصايبو غير عادي بحال هكا وكيجي زوين، ما نتقيدوش اننا لا ما كانتش عندنا ديك الاله ما غاديش نديرو البانيني، ما نديروش الاله ديال البانيني، ما غاديش نديرو الطاكوس ديالنا. زوين كيجي بحال الطاكوس العادي، بحال اللي في الاله، بحال بلا اله. راه المذاق هو الاساس وهو المهم، والطريقه كذلك. راه واخا تكون عندنا الاله ديال هاد البانيني، الا ما صوبناش مزيان وقادينا الطريقه مزيان، راه ما غاديش يجينا مزيان. المهم هو ان ديك الحشوه ديالنا تكون زوينه، وانا غنشارك معكم واحد الحشوه اللي غتجيكم لذيذه وغادي تشكروني عليها. وندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير ديالنا. عندنا كما كتشوفوا هنا عندي صدر ديال الدجاج، ولا على داند، ولا نتوما كتشوفوا داكشي اللي عندكم راه غادي نستعملوه، اللي مقطع بحال هكا طريفات. وعندي الملح، وعندي توابل. بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاسود، وعندي توابل ديال الشاورما، وعندي شويه ديال السكنجبير زنجبيل، والملح قايمين، الزيت شويه ديال الزيت كما قلنا، وعندي واحد الياغورت طبيعي، ضروري من الياغورت طبيعي، واحد ريز ديال الثومه. انا ما كنستعملش بودره ديال الثوم، كنبغي نستعمل الثوم يعني الطري، كيجيني زوين وكنرتاح ليه هادشي اللي كاين. المهم كل واحد الذوق ديالو، الاذواق راه كتختلف من شخص لشخص. نتوما الا كنتو كتحبوا النسمه ديال بودره الثوم ممكن ديروها، علاش لا. الا كنتو كما قلت لكم كترتاحوا ليها، ماشي مشكل، واخا تعملوها ماشي مشكل. المهم غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير ديالنا. غادي ندوزو باش غادي نرقدو هذاك الدجاج اللي عندنا، وانتوما معايا غادي ناخذ هذاك الطريفات ديال الدجاج، غنوضعهم في هذا البول هذا، وغادي نزيد عليهم ياغورت طبيعي. كندير هذاك الياغورت كامل، كيعطينا واحد اللذه، كيعطينا واحد اللذه، وكيطري لينا داك الدجاج، كيجي لذيذ وطري في نفس الوقت. بالنسبه للدجاج ما تستعملوش الدجاج الا كان عندكم جديد عاد خديتوه، من الاحسن يكون بيت عندكم في الدار، تكونوا مرقدينه في الحامض الملحم بعد ما غسلتوه. غادي نضيف قليل من الفلفل الاسود، وغادي نضيف التوابل ديال الشاورما، عندي فواحد الكميه. عندي هنا الملح، ملح على حسب الذوق، وغادي نزيد واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الزنجبيل، سكنجبير، غادي نوضع قليل من الزيت، وغادي نضيف هذاك الراس ديال الثومه اللي قلت لكم من قبل، حتى هو غنضيفه هنا. غادي ناخذ الثوم وغادي نحكو، ما غاديش نديرو بزاف، غير واحد الفصيص ديال الثوم واحد كافي صغير. وكيف ما قلت لكم لو بغيتو ديرو بودره ديال الثوم راه ممكن ديروها كما كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خلطتو غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يرتاح. الا كان عندكم الوقت راه تقدروا ديروه حتى لساعه ساعه ونص، كل ما بقى كل ما كيدخلوا دوك التوابل في داك الدجاج وكيتنسم لينا مزيان. المهم غادي نخليه يرتاح ونرجع معكم باش نكمل باقي المراحل ديالي. غادي ندوز باش غادي نقليه الزيت، وعاد غادي نرجع معكم باش غادي نصيبوا هذاك الدجاج اللي رقدنا من قبل. دابا كما كتشوفوا من بعدنا قطعت واحد البصله، واحد الحبه ديال البصله، غادي بحال هكا رقيقه، غادي ندوز باش غادي نشحرها. انا وضعت المقله فوق النار، غنضيف لها شويه ديال الزيت، ما نكتروش الزيت بزاف، هي باش تحمر لينا ديك البصله وصافي.
غادي نضيف البصل ونصنعو شويه ديال الملح شويه الفلفل الاسود ونخليه حتى يتشحر مزيان يتحمر ليا البصله مزيان تحمر عاد باش غادي نحيدها ونوضع داك الدجاج. دابا من بعد ما تحمرت ليا البصله هانتوما كما كتشوفوا غادي نحيدها على جنب غادي ندوز باش نوضع الدجاج غادي يتشحر. غادي نضيف قليل عاوتاني من الزيت غنضيف واحد شويه ديال الزيت عاوتاني في المقلاه اللي ما غادي نغسلها ما والو اللي شحرت في هذيك البصله غادي نضيف لها داك الدجاج اللي رقدت من قبل هنايا بهذا الشكل هذا غادي ندير واحد شويه ديال الحامض غادي نزرطه بالنسبه لسميتو خاصني نضيفو على النار تكون شويه مجهده باش ما يطلقش ليا الماء. دابا من بعد ما قطعت هذوك الطريفات ديال الدجاج قطعتهم بحال هكا طروفه صغارين غادي ندوز باش نوضع لهم هذيك البصله اللي شحطنا من قبل وغادي نمزجهم مع بعض كما كتشوفوا صافي غادي ندوز نعمر الطاكوس ديالي. هنا غادي ناخذ الخبز ديال التورتيلا وغادي ناخذ لاصوص. بالنسبه للصلصه نتوما تختاروا اي صلصه نتوما كتبغيوها كتفضلوها تقدروا تستعملوها انا كنستعمل هذه كندير واحد الكميه وغادي نوزعها بهذا الشكل. غادي نضيف الدجاج وغادي نضيف الفريت وغادي نضيف الجبن دابا غادي نسد الطاكوس بهذا الشكل هذا غادي نحاول غادي ندخل ايدينا وغادي نلف بهذه الطريقه ونفس الطريقه عاوتاني كندخلو وعاد كنطوي بحال هكا باش ما يتحلش. وهذا هو الطاكوس ديالنا غادي ندوز هذه الاثناء باش غادي نوضعو. انا درت المقلاه غادي تسخن غادي نطيبو في المقلاه بحال الاله ديال دابا كيف ما كتشوفوا انا وضعته في المقلاه باش غادي يوجد معنا. راه ما كاينش فرق بحال المقلاه بحال الاله ديال البانيني راه المهم هو انه يتحمر لينا وداك يعني يذوب داك الفرماج ويتخلط المكونات مع بعض وصافي. وبهذه الطريقه راه كيكون يعني مزيان ماشي ضروري تكون عندنا الاله ديال البانيني. ندوز نكمل نستمر في هذا نعمر هذاك الكميه اللي باقا عندي. غادي نلف بهذه الطريقه كما تشوفوا كنحاول نجمع مزيان وغادي ندخل هاد الطريفات بحال هكا
بونطوي هذه على هذا الشكل هذا، ونفس الطريقه بالنسبه للجهه الثانيه حتى هي كنستعمل نفس الطريقه، كنحاول باش كندخل هاد الطريفات لداخل وعاد كنطوي، كنحاول نجمع ونضغط بيديا. وهذا هو التاكوس ديالنا كما كتشوفوا، سهل، طريقه سهله. انا غنستمر حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ونرجع معكم. دابا كما كتشوفوا من بعد ما وجدنا الطاكوس ديالنا وطيبناه كيجي على هاد الشكل هذا، راه ما كاينش فرق. ها انتم هادو اللي طيبتهم في الاله ديال البانيني وهذا اللي طيبناه في المقله، راه بحال بحال، يعني راه ما كاينش فرق كبير. ها انتم كما كتشوفوا هذا هو الطاكوس ديالنا، تيجي عامر وتيجي زوين. وغادي ندوزو باش نقدموه طبق ديال التقديم. دابا هذا هو الطاكوس ديالنا كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تجربوا، ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه. وكما كتشوفوا بكميه اللي بسيطه وقليله، شو شحال وجدنا ديال الطاكوس. الا مشينا بغينا نشريوه راه كيتقام علينا شويه بالزيت، من الاحسن نصيبوه في الدار. وكنعرفوا شنو كنديروا، شنو غادي نعطيو لوليداتنا، مع العلم ان الاطفال ديالنا كيبغيو بزاف هاد سميتو هاد الطاكوس. ما فيها باس الا نصيبوه لهم في الدار، ولو انه ما تكونش عندنا الاله ديال البانيني، راه ماشي ضروريه تجي مكشوره على المقلات، كافيه اننا نصايبوا بها الطاكوس ديالنا وكيجي لذيذ وزوين. وشكرا لكم بزاف لانكم بقيتوا معايا حتى لاخر فيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساونيش من بصمه ومن البارطاج فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كنموت عليكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.